صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة يمكن من أسعد لحظات عمري هاللحظات وقت اللي بطريق الصدفة، لن أدعي أنه عم فتش أو عم بعمل ريسيرش، بطريق الصدفة سمعت تسجيل نادر جدا جدا من موسيقار فريد الأطرش في حديث إلى إذاعة الشرق الأوسط القاهرية بمصر الحبيبة، وفي أوائل السبعينات قبل وفاته الله يرحمه. والحقيقة المقابلة كانت غنية بشكل رائع وتتقاطع مع كل الأشياء اللي عم ننادي فيها عن عالمية فريد الأطرش من سنة 2015، وهالشي يتقاطع مع فكر فريد وحديث فريد والأمال لفريد وأمله هو بالذات الله يرحمه. تبدأ المقابلة بالسؤال التالي: هل الشعوب في الخارج بشكل عام والشعب الأوروبي بشكل خاص استساغوا يسمعوا الأربع مقطوعات اللي سجلهم وعزفهم الموسيقار فرانك بورسيل لفريد الأطرش، وهني نجوم الليل، ليلى، حبيب العمر، زمردة؟ هل الشعوب استساغت هالمقطوعات الأربع؟ قال له: أنا بشكرك على السؤال ولكن متفاجئ، على قدر ما كان في شكر بس متفاجئ، لأن بعرف أن الرؤية نملكها وحضرتك تملكها كمقدم للبرامج، واللي عم يسمعونا جزء كبير منهم بيملكوا هاي الرؤية. لا يمكن العقل الأوروبي، عقل علمي، لا يمكن لأوركسترا في الهارمونيك فيها فوق 100 عازف أن تخاطر بأن تعزف تختار أربع مقطوعات لنفس الإنسان لفريد الأطرش لو لم تكن متأكدة سلفا، ومن خلال صنداج وإشياء بيسمعوها عن طريق الناس. لذلك أقدموا على هذه الخطوة وقدموا بالحفل بالمقابلة، قدم بذوق مقدمة نجوم الليل كما عزفها أوركسترا في الهارمونيك لفرانك بورسيل، وقدم كمان ليلى، معزوفة ليلى عفوا. وهون فريد بيقول حرفيا هاي الكلمة، والله يعني أنا سعيد كثير بهالشيء الرائع الفرح ده بعطينا إياه. قال: يا فندم، كثير مهم نسمع أجنبي، ولكن كثير مهم أيضا وبما لا يقاس أنه نصدر الموسيقى العربية إلى الخارج وتصير مركز حقيقي لجذب الأدمغة الموسيقية، حتى تلعب دورة أنه تكون جزء من تقدم عالمي يطال كل عواصم الدنيا. هون حبكت مع المقدم وقال له: يا أستاذ فريد، يمكن رح نسألك سؤال ما حدا سألك إياه ورح نبني جزء من المقابلة عليهم. فريد الأطرش لمن يسمع من المطربين الفرنسيين بالذات؟ بقول له: أزنافور كتير بحبه، ومن أجمل الأغاني اللي بحب اسمع له إياها جيفت الطن، بتدي فيها لجور باس، أغنية جميلة جدا، وحط المقدم جزء منها. بعدين في أدمو الفنان الفرنسي ذات الأصول البلجيكية، نحن نعرف أنه بلجيكا فيها الفلامون وفيها اللغة الفرنسية كمان بيقدم له فيان فيان ما بريون، وبيقدم له الأغنية الثانية اللي بهك الأيام، رزق الله هك الأيام، سحرت أجيال بأكملها
ويمكن هلا كتار منكم عم يسمعوني سامعينا طومب لا نيج تو نو فياندرا با سوار. هاي الغنية عاشت بأحلامنا وعاشت بذكرياتنا وعاشت بوجداننا. بيحط له اياها لفريد بنقل طلب فريد. بيرجع بيقول له هون تفاجأت فيها ميشيل بولناريف. ميشيل بولناريف وبيقدم له اغنيه جميله جدا الحقيقه لميشيل بولناريف الشهير بتلك الايام. هلا بينتقل بتشجع المقدم اكثر وبيساله طيب من امريكا مين بتحب تسمع؟ الولايات المتحده الامريكيه بالانجلو ساكسون. بيقول له يعني في كثيرين ما في احصر حتى بالفرنسي ما في يحصرهم بهالأربعة والخمسة ولكن برنامج ما بيساع أكثر. هذا فريد عم يحكيك ونفس الشيء بالنسبة لأمريكا أو الأنجلو ساكسون. بس ولكن عندي ضعف خاص أمام ناتكين كول وأمام فرانك سيناترا. وبيقدم فرانك سيناترا المقدم فرانك سيناترا بأغنية أكثر من رائعة. وبعدين بناء لطلب فريد قال له اسمح لي سيادتك من كتر ما هو لطيف للمقدم انك تحط لي اغنية يمكن مرقت بتاريخ الامم بس نادرة ما تلاقي اغنية تركت هذا الاثر العظيم من اسمى المشاعر وهي جوني جيتار. ولكن بتمنى عليك سمعني اياها باللغة الفرنسية لانه كمان لها فيرسيون انجليزية وفيرسيون فرانسيز كمان سمعها. والحقيقة يعني نقلت لكم إياها كل التفاصيل حتى تفرحوا كما أنا فرحت وتشاركوني هالسعادة للإنسان اللي كلنا حبيناه للإنسان اللي عايشين جزء جميل من 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 أعمارنا بكل هذا الفرح وبكل هالسعادة بالرغم الأيام العصيبة الصعبة اللي عم مر فيها ولكن معلش خلت تكون مساحة فرح يعني نستند إليها في هالأيام الكتير صعبة. آخر شيء عندي سؤال لعالمنا العربي وخاصة الصحفيين اللي كله بحترمه وبقدرون الإعلام اللي كله بحترمه وبقدره ولكل من له علاقة بالفن لأنه هذا أرقى شيء في الحياة. كم أغنية عربية أو مقطوعة موسيقية عربية مثل ليلى زمردة أو أغنية مثل نجوم الليل وحبيب العمر مثل يا زهرة في خلايا كتار مثل قلب مفتاح ومثل في بدون حصر عند فريد كم أغنية عربية انبرت من أجلها أوركسترا فوق المئة عازف؟ بقول له حرفيا فريد ان فرانك بورسيل لم يكن العازف الاول في فرنسا بالاوركسترا تبعه ولكن كانت الفرقه هيك حرفيا عم بنقول كانت الاوركسترا الاولى على مستوى اوروبا كله. سؤالي كم اغنيه كم مقطوعه عربيه انبرت لهم اوركسترا مثل اوركسترا فرانك بورسيل واخذتها وقطفتها وقدمتها بالطريقه اللي تستسيغها الاذن الغربيه. ولن ازيد بتركها لضميركم لضمائركم وراح نستمر بهالطريق هيدا حتى نحافظ على هالتراث العظيم تراث فريد الاطرش العالمي. شكرا جزيلا يعطيكم ان شاء الله تكون عجبتكم يعطيكم الف عافيه.